فمن يأبى فخوان ولست أخون إن خنت. وأوصيكم بالرفق في الأمر كله، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. عليكم بالرفق مع عباد الله عند الدعوة. يا إخوة، إذا جئت تدعو إنسانا هنا لا يطلب الهجران ولا يطلب النكران، وإنما سلم عليه حتى لو كان من أهل البدع، سلم عليه واسأله عن حاله وادعه إلى الله، ما دام هذا في مقام الدعوة. فرق بين مقام الدعوة ومقام التعامل. عليكم بالرفق مع كل من تدعونه أثناء الدعوة وفيما بينكم،